بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. في مشكلة بتواجه أمهات كتير وتواجه الأطفال، وهي مشكلة يعني صعبة جدا تواجه الأطفال وتواجه الأمهات، من أكتر المشاكل اللي بتسبب نفسية صعبة عند الأولاد واضطراب نفسي صعب، وهي مشكلة التهتهة. ابني بيتهته، أعمل إيه لو ابني تهته؟ وإمتى أحس إن في مشكلة عند ابني في التهتهة؟ الأول نعرف التهتهة هي اضطراب في طلاقة الحديث. طلاقة الحديث يعني إيه؟ يعني أنا بتكلم بطلاقة، ابني ما عندوش طلاقة. اضطراب في انسياب الكلام، بيحصل فيه تكرار، يعني ابني جاي يقول لي عايز آكل، ويجي يقولها لي عو 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 عاوز آكل. ده بيكرر، هنا بيكرر، أو بيطول يقول لي عايز آكل، أو بيتوقف في توقف اللي هو عاي عاي عاي. بالشكل ده كده بتحصل اضطراب نفسي عند الطفل صعب جدا، نتيجة مشكلة كبيرة اللي هو بيقف فيها، اللي هي مش عارف يتكلم، مش عارف يوضح اللي هو عايزه، بالإضافة للتنمر أو السخرية اللي بتقع عليه من الناس المحيطين اللي هم أقرب ناس ليه المفروض يحافظوا عليه، أو أصحابه اللي في الحضانة أو في المدرسة أو في السنتر معاه أو في الشارع بيلعبوا معاه. كل التنمر ده بيقع على الطفل وبتبقى مشكلة كبيرة بتواجه الطفل وتواجه الأم، مش عارف أعمل إيه، هتصرف إزاي، طب إيه الوضع، وماما تبدأ تتدخل بشكل صعب وبيعزز التهتهة. يعني إيه بيعزز التهتهة؟ بيأصلها ويخليها تثبت وتكبر. طب التدخل ده اللي هو إزاي؟ أول ما الطفل يبدأ يتهته ماما تقول له مالك يا حبيبي، إيه اللي حصل لك؟ إيه أنت كنت بتتكلم كويس؟ أنت اتحسدت ولا إيه؟ إيه اللي حصل لك يا حبيبي؟ والولد يبدأ يحس ان في مشكلة، مع ان المشكلة دي ممكن تكون حاجة عارضة، وهنفهم ان شاء الله ازاي كمان شوية. الولد يبدأ ياخد باله من التهتهة، وتبدأ التهتهة تكبر وتكبر وتكبر، ويحس بالمشكلة ويبدأ يأكد على المشكلة، وياخد بونت زيادة زي تدليل زايد، كفاية سبوك، كفاية اللي هو فيه، حرام عليكم، اديله اللي هو عايزه، هو مش قادر يتكلم، هو مش، فالولد يحس ان في مشكلة، والمشكلة دي مدياله غند زيادة عن اخواته والتعامل مختلف عن اخواته عشان هو عنده مشكلة وهي التهتهة. خدوا بالكوا، ولو تاخد بالك يا ماما ان التهتهة الى الان احنا مش عارفين سببها، هل فعلا سببها مشكلة نفسية، ولا هل مشكلة عضوية، ولا هي وراثة، ولا مكتسبة، ولا بيئة، ولا جينات، مش عارفين الى الان. طيب المفروض اعمل ايه بقى عشان احل المشكلة دي؟ هنعرف ازاي نحل المشكلة بشكل سليم، بشكل بسيط وسهل جدا، نقدر ندخل عشان المشكلة ما تكبرش مع ابني ونسبب له اضطراب نفسي صعب ممكن يحصل له انطواء وانعزالية عن المجتمع. إن شاء الله هنعرفها في الحلقة الجاية. دمتم بخير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.